تم الاختفاء ديالو ليومنا هذا بطريقة غامضة. كونوا مشى لليسي مع صحابه وما رجعش، داوه من الدار بسيارة، يعني بسيارة ذات محرك آلي، وما رجعوش. كونوا قاصر وهما كانوا ديك الساعة رشداء، وخا حتى هما باقيين صغارين رشداء. الحكاية بقات ماشية سنين كلها حتى 2016، ومن 2016 عاد تحرك الملف. مي تحرك الملف صراحة ما تحرك التحريكة اللي بغيت أنا، واللي أنا اللي كنتسناها، وأنا عندي معطيات وعندي 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 وعندي، ولكن ديك التحريكة اللي تحرك الملف ما دلاتش، ما عطاتش شي إفادة، ما عطاتناش ولدي فينا هو، ما عطاتناش حدو. قالوا لنا هل هذا ولدك راه مات، والدراري اعترفوا على أنه راه مات. ما عندي جثة، ما عندي محجوزات، ما عندي سوارت، ما عندي محفظة، ما عندي حتى شي حاجة. إذن وأنا كنقلب بحال شي حمقى على ولدي.